يا مرحبا فيكم، ان شاء الله تكونوا بخير واموركم على العال وايامكم كلها عطر. كثير بنسأل من الاخوة عن العطور الفواحة، ودائما هوس وانشغال عالمنا العربي العطري، او كل الاخوة او اغلب الاخوة والاخوات اللي بيسألوني عن العطور دائما بيكون ومتكرر العطر ذو الثبات العالي والفوحان المستمر، يلي نحن بندعي دائما يكون انه له بروجكشن قوي ولونج لاستينج لاغلب الاوقات اللي بنستعمل فيها العطر. مثل ما حكينا من اول، العطور المستمرة يلي ممكن ترافقني مثلا بطول النهار بتكون ربما بعدين يصيب الشخص يعني الملل منه، ولكن العطر اللي بيدوم يعني ساعات مثلا قليلة ما يكون لفترات طويلة بيكون من الأحلى والأجمل يلي بنتمتع فيه أكثر، وبنضلنا دائما يعني قدرانين نشمه وبنحب إنه نستمر بلبسه لهذا العطر. اخترت بهذا الفيديو مجموعة من العطور يلي راح أذكركم إياها تباعا، يمكن أذكر نوتاتها يمكن لا يعني، ولكن كأسماء بقترحها عليكم للناس اللي بتسألني دائما وباستمرار عن العطور الفواحة واللي لها أداء يعني قوي، واللي بحبوا يعني الشباب والصبايا يقعدوا بمكان وتكون الرائحة عم تقول هذا أنا، يعني مثل ما دائما هيك بحسك داخلي إنه ما تحكي عن نفسك خلي عطرك يحكي عنك، وهو هيك فعلا. يعني راح اقترح مجموعة وبتمنى كمان منكم تذكروا العطور يعني من الأخوة يلي جربوا، أصحاب الذوق الرفيع والأخوات يلي جربوا العطور الفواحة من خلال يعني رحلتهم العطرية، يذكروا لنا إياها بالتعليقات والكومنتس تحت لحتى كليتنا نستفيد ونجرب هالعطور، يعني نقدر إنه نواكب الأشياء الجميلة يلي جربتوها. بدون ما أخركم أكثر من هيك، إن شاء الله يمكن المساء يعني أحاول أعمل فيديو تحطوا لي تحته بالتعليقات أسئلتكم لمدام إليزابيث صاحبة سترينج لوف كشركة مصنعة للعطور النيش الفخمة والغالية الثمن، وكمان لمصمم العطور كريستوف إذا عندكم أسئلة له. إن شاء الله راح نحاول يعني نعمل معهم لقاء ونجاوب فيه عن أسئلتكم، أو إذا كان مثلا ممكن يكون لقاء بالمرة الأولى وبعدين ممكن نرجع نعمل لقاء مرة ثانية جواب على أسئلتكم، لحتى هيك يعني ننوع ونشكل شوي بالقناة بطريقة يعني نستفيد كلنا منها. بحب تلاقلكم، خلونا مع الفيديو بدون أي تأخير، بأمان الله. توباكو فانيليا توم فورد، عطر شرقي خاص للرجال والنساء، تم إصداره بال2007. مقدمة العطر أوراق التبغ ورائحة التوابل، القلب التونكا، براعم التبغ، الفانيليا والكاكاو، القاعدة فواكه مجففة والأخشاب. ألور هوم سبورت إي إكستريم شانل، عطر خشبي أروماتيك للرجال، أصدر عام 2012. مقدمة العطر الميرامية اليوسفي، النعناع وأشجار السرو، والقلب الفلفل، وفي القاعدة المسك وخشب الصندل، أخشاب الأرز والتونكا. سبايسي بام فيكتور اند رولف، عطر شرقي حار للرجال، أصدر عام 2012.
مقدمته البرجموت، الجريب فروت، الفلفل الوردي والراتينج، قلب العطر الزعفران، القرفة والبابريكا، وفي القاعدة نجيل الهند، التبغ والجلود. كوروس إبسالورا عطر أروماتيك بوغير للرجال، أصدر عام 1981. مقدمة العطر الألدهيدات، الشيح، الكزبرة، الميرامية والبرجموت، قلب العطر زهر، القرنفل، باتشولي، القرفة، جذور السوسن والياسمين، نجيل الهند وزهور إبرة الراعي. قاعدة العطر من العسل، الجلد، التونكا، العنبر، مسك الزباد والمسك والأوكموس وخشب البلوط والفانيليا. ديزرت ماروكيان تاور برفيومز 2 أصدر عام 2005. مقدمة العطر الكزبرة، البرتقال المر، الكمون، الخزامة والقلب، الياسمين، عدان، أخشاب البتولة وزهور إبرة الراعي. وفي القاعدة العنبر، نجيل الهند، أخشاب الأرز، البتشولي، الأوكموس وطحلب البلوط.